تسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موج تصبيح مكملة معكم حتى نص النهار. تسمعونا على صافي نابل والحمامات 104.1 في الكابون 93.5 في تونس والشمال. كما حكينا قبل شوية على الطقس اللي تبدل في ولاية نابل، وتقريبا البارح شفنا كميات كبيرة من الأمطار شهدتها أعداد من ولايات الجمهورية. يبدو أنه الطقس زاد مازال، التغيرات المناخية هذه باش تتواصل اليوم وغدوة. نزيدوا نعرفوا أكثر تفاصيل الحالة الجوية بالنسبة لليوم وغدوة في الوطن القبلي وفي الولايات اللي شهدت من أمس اليوم كميات من الأمطار. هذاك علاش حاضر معنا محرز الغنوشي عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي محرز. صباح النور اخت فتحية، مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي صافينا الكل على موجه ذات راديومات. شكرا لك سيدي. دونك البارح المطر تبارك الله في برشا ولايات من الجمهوريه، اليوم زاد على هنا في نابل الطقس مازال مغيم شويه، البارح صبت المطر. دونك الطقس كيفاش باش يكون اليوم، باش يكمل يكون بالنسبه لليوم غدوه في الوطن القبلي، باش نطمنوا؟ تعرف اليوم النابلي تقول له المطر يتفجعره. نعرف والله نعرف، وهذايا ممكن تأثير آخر تقلبات جوية واللي كانت كارثة طبيعية بكل المقاييس هذه اللي عشناه في جهة الوطن القبلي، وطبيعي جدا باش الناس وخيانا في الوطن القبلي باش يكون عندهم الاحساس هذايا. نراهم نطمنوهم ما فماش تقلبات جويه عفوا خارجه على السيطره، رانا قاعدين نعيشوا في حاجه عاديه وعاديه جدا. وحتى البارح فيما يخص كميه الامطار كانت متوسطه الى طيبه بالنسبه لجهه الوطن القبلي، على كميه سجلناها 38 ملم في تكلسه، أقل شوية ببقية المعتمديات، 18 في ابن خلات، 14 في الحمامات، 16 في عرقوب، 15 في جرومبيليا، 10 في منزل بوزلفة، 32 في الميدة، 11 في الهوارية، 10 بنابل، بدار شعبان، بمنزل بنيم، 11 في ابن خيار، 6 بقليبيا، 7 بحمام الغزاز، و3 مليمترات في قربة. أنا ما فعلي تقلبات الجوية كانت أكبر في جهة في مناطق الشمال الغربي وأقصى الشمال الغربي لبلادنا. على الكميات كانت 81 مليمتر بنبجة من ولاية بيجا، كمية نسبيا هامة حتى في جندوبة، 48 في صد بربرة، 45 في تبرقة، في الكاف 33 بالكسور، 25 ساقية سيتيوس، 30 في الكاف المدينة، في نفس المستويات تقريبا حتى في سليانة، 31 في عين بوسعدية، 25 بسليانة المدينة، 30 ببرقو، زغوان كمية نسبيا هامة ثمنوها، 37 في بير مشارقة، وأيضا في صد بير مشارقة، 20 في زريبة، 52 بالناظور. بالنسبة لولاية المنستير كميات نفتت 17 ملم بالساحلين، بالقيروان على كمية كانت 23 عفوا بالوسلاتية، 22 بحفوس. أمطار كانت متفرقة في سيدي بوزيد في القاسرين لم تتجاوز 11 ملم، باستثناء معتمدية سبالة في ولاية سيدي بوزيد والأمطار كانت محليا هامة 25 ملم. بالنسبة لبقية مناطق الشمال الشرقي وجهة الساحل كمية كانت نسبيا مقبولة، على كمية ممكن في ولاية سوسة كانت 36 ملم في شط مريم، 29 في سوسة المدينة، إقليم تونس الكبرى تقريبا وصلت الأمتار 22 ملم في منوبة، 21 في تبربة. وبالنسبة لبنزرت الجهة الغربية ممكن ولاية بنزرت تميزت تشهدت تساقطات أمتار نسبيا هما 71 بسجنان و72 بمتر. والسؤال مازال مطروح، مازال التقلبات الجوية متواصلة ولا خلال الساعات القادمة وخلال الفترات القادمة؟ احنا نقولوا ان شاء الله مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الغيث النافع، ما فماش حاجة خارج عن المألوف. الكميات اليوم ان شاء الله نتوقعوا باش تكون من بين 20 ل 50 ملم، واللي هي كميات مقبولة في هذا فين؟ عادية وعادية جدا. هذا فين؟ هذا فين الكميات هذه فين بالضبط؟ في الشمال الوسط ومحليا في الجنوب ما فماش حاجه اللي تخوف. هذه ممكن المجال نتاع توقعات الجويه نتاعنا من 20 ل 50 ملم، ردوا بالنا من تساقط البرد باماكن محدوده، واللي عشنا حتى خلال الليله الفارطه بولايه زغوان ممكن نعيشوا تقلص نسبي فعاليه. انما غزاره الامطار نعاودوا ناكدوا بدايه من يوم الغد ان شاء الله نتوقعوا اعلى الكميات باش تكون في اقصى الشمال اخر النهار واثناء الليل، وين نتوقعوا الكميات ان شاء الله باش تروح من بين 50 ل 70 كيلومتر. كي نقول اقصى الشمال معناتها بنزرت، شمال ولايه باجه، وايضا شمال ولايه جندوبه. وممكن الحاجه اللي ديما ناكد عليها راهي المعلومه الجويه، راهي معلومه قابله للتحييد. انا نشكرك على اللي انت فتحت لنا المجال للمداخله هذه، ودعوه مفتوحه للمواطنين الكل، للوسائل الاعلام الكل، باش ديما تعمل طلع على الموقع الرسمي المعهد
المعهد الوطني للرصد الجوي وايضا صفحه الفيسبوك اللي نتابعوا فيها ونحاولوا نقربوا فيها المواطن ومرحبا بتفاعلات الناس الكل. الجانب الحركي نردوا بالنا من قوه الرياح اللي وصلت حتى 80 كيلومتر في الساعه في نظور الخلايا العاديه. نعرفوا نابل هي مدينه ساحليه وهي ولايه ساحليه وخلينا البحاره يكون عندهم اعلام بهبوب رياح قويه والبحر يكون شديد الاضطراب واليقظه مطلوبه. وردوا بالنا زاد من انخفاض درجات الحراره تقريبا مش نعيشوا اجواء مغايره تماما لنهايه الاسبوع وحتى اليوم الامس درجه الحراره اللي تكون في مستوى 16 درجه بالمناطق الجبليه الغربيه في المرتفعات كحراره قصوى من بين 18 23 22 بقيه مناطق الشمال والوسط. وبالنسبه للجنوب ممكن تسجلوا ارقام من بين 25 ل 31 درجه وقيت باش الانسان زاد يبدل من الهندام نتاعو حاولوا نلبسوا بالباهي. بالنسبه للصغيرات نعرف تو انطلاقه السنه الدراسيه ونقراوا حسابنا زاد في هنا بدينا سي احنا لهنا في نابل بدينا تقريبا خرجنا تبش الخريف وبدينا نلبسوا سي معرش الطقس يفرض على غاد يا عايشك. شكرا ليك سي محرز الغنوشي على التفاصيل اللي قدمتها لنا. دونك الطقس باش يكون صحيح باش تواصل سقوط الامطار ولكن بكميات معناها ماهيش باش تكون كميات كبيره برشا والا تمثل خطوره عاديه. ثم سحب رعديه اما ثم رياح قويه شويه مع الامطار اللي باش تنزل باش نشوفوها الغيث النافع ان شاء الله. لهذا ردوا بالكم على رواحكم لفوا على رواحكم كيف كيف في الثنيه زادة ساعدوا رواحكم وسوقوا بشويه بشويه وساعدوا العباد زادة اللي تمشي في الكياس. ان شاء الله نهاركم يا ربي يكون زين وتستناو فيه كان الاخبار الطيبه. احنا راجعين بعد شويه كالعاده ما تبع موسيقتنا وأخبارنا متواصلين حتى